السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثالثة إعدادي المسلك العام والمسلك الدولي، لازلنا في الدرس ديال أنالمات لسيستم، وكنا تعرفنا على ثلاثة طرق ديال حل أنالمات. قلنا طريقة التعويض، طريقة التأليفة الخطية، ثم طريقة التأويل المبياني. يعني شفنا 3 ميثود pour résoudre un système: la résolution du système par substitution, la résolution du système par combinaison linéaire, et la dernière méthode c'est la résolution graphique des systèmes. وكل طريقة قلنا من الأحسن فاش كتصلح إلا طريقة التأويل المبياني، يعني لا ريزوليسيون غرافيك دي سيستم. قلنا هذيك ما نخدموش بها إلا إلا طلبوها منا، ولا غادي يعطيونا مثلا واحد كسميتو دو دغوات في دون ان روبير اورتونورمي، ويقولوا لنا ديدوير لا سوليسيون دو سو سيستم. في ديك الحاله هذيك يعني غنفرضوا علينا هما باش نديروا الحل مبيانيا. كانت باقي لنا واحد المساله من الحصه الماضيه: ان طابل كونتيان بليزيور لابان و بليزيور بولي، اون بيرسون ا كونتي لو نومبر دي تيت دو سيز انيمو، الا تروفي 60 تيت، بوي الا كونتي لو نومبر دي بات et elle a trouvé 174. Quel est le nombre de lapins et le nombre de poulets dans cette table? تحتوي حضيرة على عدد من الأرانب وعدد من الدجاج. أحصى شخص عدد الرؤوس فوجد 60 رأسا. ثم أحصى عدد الأرجل ووجد 174 رجلا. ما هو عدد الأرانب وعدد الدجاج في هذه الحضيرة؟ يعني قلنا طرق ديال حل المسائل، شفنا الخطوات اللي خصنا نتبعهم. La première étape, bien lire et comprendre l'énoncé des problèmes. يعني خصنا نقراو نص المسألة ونفهموه مزيان. بالنسبة لهذه المسألة هذه نص واضح، يعني ما غاديش يحتاج شي حاجة اللي خارقة باش نجاوبو عليه. نمشيو نشوفو بعدا أول حاجة اللي كتهمنا، نشوفو لا كاسيون: كالي لو نومبر دي لابان اي لو نومبر دي بولي دو سات ايتاب، ما هو عدد الأرانب وعدد الدجاج في هذه الحضيرة؟ يعني نشوفوا على ما حنا ندورو، حنا ندورو على زوج ديال المجاهيل، لو نوم دي لابان اي لو نوم دي بولي، يعني حنا ندورو على زوج ديال المجاهيل، عدد الأرانب وعدد الدجاج. لا دوزيام ايتاب، من بعد ما نقراو النص ديال المسألة مزيان ونفهموه، شنو هي؟ سي لو شوا دي زانكوني، يعني اختيار المجاهيل. هنا ما عندناش غير مجهول واحد. سوا اكس لو نوم دي لابان، A ليكن X عدد الأرانب، Y لو نومبر دي بولي، و Y عدد الدجاج. الآن عرفنا على ما راح ندورو، على لو نومبر دي لابان و لو نومبر دي بولي. سندنا X لو نومبر دي لابان، Y سي لو نومبر دي بولي. لتاب سويفونت سي لا ميز اون سيستيم، يعني صياغة النظمة. خصنا الان نشوفوا الجمل اللي غادي يعطيونا المعادلات، ماشي معادله واحده. ملي نقولوا نظمه يعني ماشي معادله واحده. لا بروميير فراز: اون بيرسون ا كونتي لو نومبر دي تيت دو سي زانيمو، الا تروفي 60 تيت، يعني احصى شخص عدد الرؤوس فوجد 60 راسا. حنا شنو كنعرفوا؟ واحد الراجل حسب عدد الرؤوس ديال الحيوانات، يعني الرؤوس ديال الدجاج والرؤوس ديال الارانب، كل راس كيمثل لنا حيوان واحد. يعني حنا كنعرفوا بلي لو نومبر دي لابان سي اكس اي لو نومبر دي بولي سي ايغاك، يعني كنعرفوا بلي عدد الارانب هو اكس وعدد الدجاج هو ايغاك. يعني لا بروميير ايكواسيون سي اكس بلس ايغاك تقالا 60، راها باينه. نمشيو نشوفوا بالنسبه للمعادله الثانيه، ندوروا عليها شنو هي الجمله اللي غتعطينا المعادله الثانيه. يعني خصنا ندورو على المعطى الثاني اللي غادي يعطينا بوي الا كونتي لو نوم دي بات الا تروفي 174، ثم احصى عدد الارجل ووجد 174 رجلا. يعني ملي حسب عدد الارجل لقى 174. حنا اش كنعرفو؟ الارانب عندهم 4 ديال الارجل، يعني لابان اون 4 بات، اي لي بولي اون 2 بات، يعني بالنسبه الدجاج عندهم زوج ديال الارجل. يعني الا كان عندي اكس من الارانب، الارجل شحال غادي نلقى؟
غادي ندير اكس في 4. والا كان عندي ايغراك عدد الدجاج لو نوم دي بولي، دونك باش نلقى لو نوم دي بات دي بولي غنديرو 2 فوا ايغراك ستادير 2 ايغراك يعني 4 اكس بلس 2 ايغراك تقال 174 يعني 4 في اكس يعني عدد الارجل ديال الارانب في عدد الارانب زائد عدد الارجل ديال الدجاج اللي هما زوج في عدد الدجاج اللي هو ايغراك شحال خصنا نلقاو 174 رجل. حصلنا على دوزيام ايكواسيون، ملي حصلنا على لا دوزيام ايكواسيون لقينا المعادله الثانيه يعني احنا لقينا الندمه. الندمه تتكون من معادلتين، بروميير ايكواسيون سي اكس بلس ايغراك تقال 60 يعني اكس زائد ايغراك تساوي 60. المعادله الثانيه سي 4 اكس بلس 2 ايغراك تقال 174 يعني المعادله الثانيه 4 اكس زائد 2 ايغراك تساوي 174. لقينا الندمه، شنو هي الخطوه اللي من بعد ما لقاو الندمه؟ سي لا ريزوليسيون دي سيستام يعني حل الندمه. خصنا نديرو حل هذه الندمه. الطريقه ديال حل الندمه قلنا عندنا ثلاثة طرق، التعويض، التأليفة الخطية، والتأويل المبياني يعني لا سبستيسيون، لا كومبينيزون لينيير، إي لا ريبريزونتاسيون غرافيك. بالنسبة لا ريبريزونتاسيون غرافيك قلنا ما نهضروش عليها، هاديك إلا إلا طلبوها منا. شنو غادي نفكرو؟ نفكرو في لا سبستيسيون ولا لا كومبينيزون لينيير، يعني إما طريقة التعويض أو طريقة التأليفة الخطية. يعني الان غادي نمشيو نديرو لا ريزوليسيون دي سيستام يعني حل الندمه، والحل قلنا غادي نديرو بطريقه جبريه، نختارو حنا اللي بغينا هنا سواء التاليفه الخطيه لا كومبينيزون لينيير ولا لا سبستيسيون. الا بغينا نختارو لا سبستيسيون غادي نحسبو اكس اون فونكسيون دو ايغراك دون لا بروميير ايكواسيون ولا ايغراك اون فونكسيون دو اكس دون لا بروميير ايكواسيون. من تما اللي ما عندناش لان الكويفيسيون اي تقال 1 يعني ما كانش ما مكتوبش كاع الكويفيسيون. Mais là, la valeur de x, par exemple, je vais remplacer x par sa valeur dans la deuxième équation. La même chose, il accepte y en fonction de x. Je vais remplacer y par sa valeur dans la deuxième équation. Il y a une autre façon de faire le calcul. Attention, on va faire x égale y dans la première équation. On va faire la valeur dans la deuxième équation. Ou on va faire y égale x dans la première équation. Ou on va faire la valeur dans la deuxième équation. On va faire la valeur dans la deuxième. لا كومبينيزون لينيير طريقة التأليفة الخطية. لا ريزوليسيون دي سيستام اون ليكواسيون نيميرو 1 ليكواسيون نيميرو 2. نمشي نشوف فاش نضربو مثلا المعادلة الأولى باش نلقاو إما لوبوزي ديال لو نوم 4 بوغ إليمينيو لو إكس يعني باش نلقاو المقابل ديال 4 كوم كويفيسيون دو إكس باش نتخلصو من إكس، ولا موان 2 لا كويفيسيون دو ايغراك بوغ إليميني ايغراك، ولا خصنا نلقاو ناقص 2 في ايغراك بالنسبة للمعادلة الأولى باش نإليمينيو ايغراك. يعني هنا عندي نختار اللي بغيت. أنا اختاريت نتخلص من ايغراك باش نضرب في عدد بسيط، يعني أون ميتيبلي لي دو مومبغ دو لا بخوميييغ إيكواسيون باغ موان 2 إي سو دو لا سكوند باغ 1. يعني المعادلة الثانية ما غاديش تغير، غنضربها غير في واحد. نضرب طرفين معادلة واحد في ناقص 2 وطرفين معادلة 2 في العدد واحد. سينيفي كو يعني السيستام بالنسبة لبخوميييغ إيكواسيون موان 2 فاكتور إكس بليس إيكغاك يتقال موان 2 فوا 60 ضربت لي دو مومبغ با موان 2 يعني جي ملتيبلي لي دو مومبغ با موان 2 يعني ضربت طرفي المعادلة الأولى في ناقص 2 وطرفي المعادلة الثانية في العدد واحد. شنو نحسبو؟ غنديرو لو ديفلوبمون النشر. موان 2 فوا اكس سي موان 2 اكس، موان 2 فوا ايكغاك سي موان 2 ايكغاك، موان 2 فوا 60 سي موان 120. وبالنسبة للمعادلة الثانية ما غاديش تغير. دابا شنو غادي نديرو؟ ونجوت مومبغ ا مومبغ لي دو ايكواسيون دي سيستام انسي اوبتوني بوغ إليميني ايكغاك، يعني نجمع معادلتين الندمة المحصل عليهما طرفا بطرف لنتخلص من ايكغاك. يعني لو بروميي مومبغ عندنا موان 2 اكس موان 2 ايغاك بلس 4 اكس بلس 2 ايغاك ايتيغال موان 120 بلس 174. جو في اليميني البارونتاز يعني ساحذف الاقواس. عندنا اقواس مسبوقه بشرط زائد يعني غادي غير نحذفوها.
T'attends à moins 2x moins 2y plus 4x plus 2y est égal à 54. Les normes moins 120 plus 100. 74 est égal à 54. Et l'inax 120 زائد 124 t'attends à 54. Signifie que يعني أن moins 2y plus 2y غتمشي غتبقى لنا moins 2x plus 4x t'attends à 2x est égal à 54. Donc x est égal à 54 sur 2 est égal à 27. يعني إذن x تساوي 54 على 2 تساوي 27. Je remplace x par sa valeur dans l'équation. وعوضو x بقيمتها في المعادلة. قلت نختار اللي بغيت. إما الأولى ولا الثانية. ونختارو دائما السهلة. دونك غادي نختارو الأولى. في بلاصة x غادي نكتبو 27. يعني جو في رومبلاسي x بار 27. دونك 27 بليس y إت إيكال 60. سينيفي كو y إت إيكال 60 موان 27. دونك y إت إيكال 33. لقيت لافالوغ ديال y تساوي لنا 33، لقيت لافالوغ ديال x تساوي 27. كان كانوا عطاونا لو سيستيم غادي نمشي ندير لا سوليسيون دو سيستيم اي لو كوبل 27 33. يعني كان عطاونا ندمة يقول لنا حل الندمة غادي نمشي نكتب حلو هذه الندمة هو الزوج 27 33. ولكن انا راني ندير حل المسائل وراني في لاتاب ديال لا ريزوليسيون دي سيستيم يعني حل الندمة. شنو باقي لنا الخطوه المواليه؟ الطاب سويفونت هي التحقق من النتيجه ولا تاويل النتيجه اللي سبقناها هنا ماشي مشكل. نقدروا نسبقوا تاويل النتيجه. تاويل النتيجه هي لانتربريتاسيون دي ريزلتا يعني نقدروا نجاوبوا السؤال عاد نتحققوا من بعد ولا نتحققوا من النتيجه عاد نجاوبوا على السؤال. بالنسبه لا فيريفيكاسيون دي ريزلتا نمشيو نعوضوا اكس بالقيمه ديالها اللي 27 ونعوضوا إيكاك بالقيمة ديالها اللي هي 33. 27 27 بلس 33 إيكاك على 60 يعني 27 زائد 33 تساوي 60. لقينا 60 أصلا رؤوس الحيوان عدد رؤوس الحيوانات عندنا 60. شو نشوفوا عدد الأرجل 4 في 27 زائد 2 في 33. 4 في 27 108 2 في 33 66. 108 بلس 66 إيكاك على 174. دونك أصلا عدد الأرجل عندنا 174. إذن النتيجة اللي لقيت هي هذيك. لو نمبر دي لابان دون سيت تابل سي اي 27 يعني عدد الأراني في هذه الحضارة هو 27. لو نمبر دي بولي اي 33 وعدد الدجاج هو 33. يعني هنا مسألة بسيطة واضحة. بالنسبة لهذه المسألة نتمنى ما تكونوا لقيتوا فيها حتى صعوبة والأغلبية ديال الأجوبة اللي توصلت بها كانت أجوبة صحيحة. وفي اخر المقطع في اخر الدرس غادي نعرض عليكم بعض الاجوبه ديال بعض التلاميذ. بهذا نكونو ختمنا الدرس. وباش نختموا الدرس ديال الندمات خصنا ضروري ندير واحد ليكزارسيس دو سانتيز واحد البروبليم ولا زوج. بالنسبه ليكزارسيس ريزودغ لي سيستيم سويفون حل الندمات التاليه. بروميي سيستيم ندمه الثانيه ندمه الثالثه quatrième système, le cinquième système, ندمة السادسة. عندنا هنا شي ندمات. الأولى والزوجة نظن شفناها بحالها بزاف. الثالثة والرابعة عندنا فيها لي فخاكسيون. لي فخاكسيون كنعرفو نتعاملو معاهم كما كنا نتعاملو مع لي فخاكسيون في المعادلات في المتراجحات إلى آخره. بالنسبة للمعادلة لي دو ديرني سيستيم ندمات الخامسة والسادسة عندنا لي غاسين كاغي. لي غاسين كاغي ما يخلعوناش حتى هما راهم اعداد خاصنا نعرفو الطريقة كيفاش نخدمو بهم. هادشي اللي كاين. وبالنسبة نشوف واحد زوج ديال المسائل. المسألة الأولى ديتيرميني دو نوم غيال دون لا صوم إتيكالا 6 إي لا صوم دو لور كاغي إتيكالا 27. يعني حدد عددين حقيقيين مجموعهما يساوي 6 ومجموع مربعيهما يساوي 27. دوزيام بروبليم ديتيرميني دو نوم غيال يعني بحال البروبليم الاول بالضبط دون لا ديفيرونس ايتيغال ا 44 يعني الفرق ديالهم يساوي لنا 44 لا ديفيرونس دو لور كاري ايتيغال ا 1144 يعني حدد عددين حقيقيين فرقهما يساوي 44 وفرق مربعيهما يساوي 1144. بنفس الطريقه باش كنخدموا المسائل
اختيار المجاهيل. هنا المسائل واضحة، اختيار المجاهيل، نشوفوا كل جملة المعادلة اللي تعطينا. صياغة الندمة، لا ميزون ليكوا اون سيستام، لا ريزوليسيون دي سيستام حل الندمة، لانتربريتاسيون و بيان لا فيريفيكاسيون دي ريزولتا، يعني اللي سبقوها بحال بحال، سواء سبقنا لا فيريفيكاسيون لا لانتربريتاسيون، ولا يعني سواء سبقنا التحقق من النتيجة ولا تأويل النتيجة أو تأويل النتيجة عاد التحقق من النتيجة. ونتمنى كل شيء يكون واضح. نخليكم الآن مع بعض الأجوبة، مع بعض الأجوبة اللي قلت لكم ديال بعض التلاميذ، وراني نتسنى الأجوبة ديالكم على هذا التمرين والمسألتين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني.